إذا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة احترافية في تربية النحل والزراعة. فيديو اليوم الآن كما راكم تلاحظوا فيه هو الخاص بجمع الرحيق بالنسبة للنحل. كما راكم تلاحظوا الآن في نشاط الخلية، وهنا الآن رانا في 6 جويلية 2022. مازال الآن على كل حال والحمد لله النحل يجلب الرحيق ويجلب العسل، مازال لحد الآن يجلب الرحيق بكثرة ويجلب العسل. يعني كما راكم تلاحظوا الآن في هذا هو نشاط للخلية هذه، والخلية هذه على كل حال لحد الآن هي الآن بتقريب منتصف النهار، ومازالت الآن تجلب في الرحيق وتجلب كذلك في غبار طلع اللي كنت تلاحظوا فيه على كل حال. إذا الآن ها الآن كما تلاحظوا راه مازال الآن النحل يجلب الغبار طلع والرحيق. إذا ما شاء الله المرعى مازال على كل حال بخير، مازال المرعى فيه الرحيق، ومازالت على كل حال نباتات رحيقية موجودة. كما راكم تلاحظوا الآن النشاط هذا تاع الخلية، هذه لغة النحل في جلب العسل. إذا هذه هي لغة النحل في جلب الرحيق أو جلب العسل. إذا لاحظ معي هنا حتى أنه توجد هناك في كل مرة 5 أو 4 شغالات تجلب الغبار طلع والرحيق كذلك كما راكم تلاحظوا الآن فيه. إذا لاحظ معي حتى هنا على كل حال مازال النحل يجلب الرحيق. إذا كما راكم تلاحظوا الآن نشاط لا بأس به في منتصف النهار، هي عادة منتصف النهار يأتي النحل يقوم بجلب الماء أكثر مما يقوم، ولكن الآن لغة النحل نحن إحنا الآن نلاحظ فيه لما يكون يجلب في الرحيق تجد أمام الخلية شغالات تنتظر الشغالات تدخل وتقوم بالاستعراض عليها حتى تمد لها الرحيق. كما راكم تلاحظوا الآن لاحظ معي الآن هنا، إذا لاحظ كيف هي تكون عملية جلب الرحيق. إذا لاحظ معي هنا ترى أمام مدخل الخلية ترى النحل يقوم بالالتقاء مع الشغالات اللي تكون داخل حتى يمد لها أو يعطي لها الرحيق التي أتته في بطنها. إذا لاحظ هنا لاحظ معي هذه فيما يخص لغة النحل في جلب الرحيق أو جلب العسل. لاحظ معي توجد كذلك شغالة تأتي بالغبار طلع محملة في أرجلها كما راكم تلاحظوا. هناك كذلك تكدس للنحل الأعلى، هذا دفاعا عن الخلية من أي تطفل أو من أي سرقة. هنا الله معي. إذن هذا فيما يخص هذا الفيديو الخاص بنشاط النحل حتى مع الظاهرة ويقوم بجلب الرحيق. إذا مازال على كل حال المرعى موجود فيه مصادر كثيرة للرحيق. إذا شكرا.